الفقرة دي هنتكلم فيها عن رياضة الرجبي. رياضة الرجبي لما حد بيسمعها مش كل الناس عارفة قواعدها، مش كل الناس فاهمة ايه الرياضة دي. يعني المعروف يمكن المعلومات البسيطة، هي لعبة مش سهلة وبتعتمد على القوة، بتعتمد على المهارة. لكن خلينا نعرف يعني تفاصيل أكتر، وكمان من شخص يعني هو مش بس لاعب رجبي أو لاعبة رجبي، هي كمان المتحدث الرسمي عن منتخب السيدات. صباح الخير عليك يا منة. صباح النور. منورانا. شكرا لحضرتك. ما تيجي يا منة بعد إذنك نبتدي بالنقطة اللي اتكلمت عنها نهاوند، فكرة إن مش كل الناس ممكن يبقوا عارفين قوانين او يعني تفاصيل الرياضه دي. أوكي. ممكن تقوليها لنا بايجاز عشان نتعرف عليها اكتر؟ هي اللعبه عامه انت بتحاول توصل الكوره من الاتاك بتاعك لللاين اللي هو تراي زون بالاخر. علشان توصله بيبقى فيه لعيبه معاك بتباصي الكوره، انت بتوصلوا الكوره زي الباسكت زي اي لعبه فيها كوره بتوصلوا لبعض. الفريق التاني عشان يوقفك بيوقفك بان هو بيعمل التحام او بيتاكلي ده بيوقف اللعيب، وما ينفعش يعمل التحام لاي حد معهوش عشان يمنع تقدمه. ما ينفعش يعمل التحام لاي حد معهوش الكوره. وعشان يعمل التحام برضو في قوانين للالتحام ده، ان انت لازم تبقى بالتحام من الوسط، ما ينفعش من فوق السد، ما ينفعش اي حاجه ليها علاقه بالرقبه. فبيبقى في قوانين برضو لازم يلتزم بيها علشان يوقف اللعيب اللي معاه الكوره. طيب رياضه الرجبي هل هي من زمان يعني فيها رجال وسيدات ولا مؤخرا؟ لا هي من زمان فيها رجال وسيدات، بس السنه دي هي كانت اول سنه نعمل منتخب بالزبط. من 10 سنين. كويس جدا. طب اشمعنى يعني ليه دايما تبقى الخطوه دي بتاعت منتخب السيدات الى حد ما في رياضات مختلفه متاخره شويه؟ احنا كان في فرق، والفرق كانوا بيتمرنوا وبيدخلوا بطولات بره، يعني كل سنه كل فريق بيسافر بره وبيدخل بطوله وبيلعب. هو عرفنا ان احنا المستوى بتاعنا لحد ما ممكن يسمح ان احنا نعمل منتخب. كان ناقص بقى ان احنا نخلي رجبي افريكا وورد رجبي ان هم يعترفوا بينا انه احنا بلد فيها رجبي، واحنا في فرق موجوده والفرق دي بيلعبوا مع بعض، وفي يعني في بطولات ما بينهم. فدي كانت الخطوه الاخيره للسيدات ان هو يبقى في منتخب ليهم. يعني حلو. يعني رياضه الرجبي موجوده من عشرات السنين في دول يعني اوروبيه كتير. لكن هي وصلت مصر نسبيا متاخر. ليه اتاخرت، وخصوصا ان هي لعبه برضو فيها عناصر تشويقيه ممكن تشجع ناس كتير على ممارستها وتشجع ناس كتير على متابعتها، ومع ذلك وصلت لنا متاخر؟ هي للاسف موجوده في مصر من زمان، بس احنا للاسف احنا مش معروف عن وجودها. هي دي الفكره، هي مصر عشان بنركز على رياضات معينه، فهتلاقي في يعني في ناس كتير قوي ناجحه في رياضات. بس كانت موجوده برضو منا يمكن في اطار مختلف حبتين. طلبه الجامعه الامريكيه، طلبه المدارس الدوليه. لكن ما كانتش موجوده. ما احنا لغايه دلوقتي في فرق، بس ناقص الخطوه اللي هي علشان تبقى موجوده والناس تبقى عارفاها والاهالي تبقى بتسال ازاي اودي ابني يلعب، تبقى في نوادي. فهي محتاجه بقى مساعده النوادي ان هم يبداوا يتبنوا اللعبه دي عندهم. ودي حاجه صعبه برضو في النوادي الموجوده اوريدي في مصر، علشان هم بيبقوا عايزين يعني محكومين بالملاعب اللي عندهم طبعا. بالحاجات اللي عندهم. فالموضوع لسه عايز وعي انه النوادي تبقى عارفه ايه اللعبه دي، ويبقوا عايزين الناس تيجي تجرب. وناس كتير قوي بتبقى عايزه تجرب، يعني احنا اي حد بنلعب في الصيف مثلا في المصيف في الساحل والحاجات دي بنلعب، ناس كتير قوي بتيجي تسالنا ايه اللعبه دي، طب ايه قوانينها، بيبقوا عايزين يعرفوا اللعبه دي. هي ناقص بس دعم من النوادي ان هم يبداوا يعرفوها بس. طب اشمعنى لما نيجي نتكلم عن رجبي السيدات مثلا مش زي بقيه الرياضات اللي شبيهه شويه؟ انت بتتكلم ان الرياضه دي فيها التحام وعادي. في الفولي بول، في الهاند بول، في يعني وده موجود سيدات في يعني فهماني. طب ليه الرجبي يعني برضو ستيل انا مش واصله لي اشمعنى تحديدا الرياضه دي؟ لو احنا حتى شفنا دلوقتي مع حضراتكم برضو عشان اللي ما يعرفش هذه الرياضه متوضحه اهي شويه في الفيديو، فهي رياضة ما هياش مختلفة عن رياضة، يعني مش ملهاش قواعد مثلا مختلفة تماما او ارض مختلفة تماما. لا الموضوع قريب زي ما حضراتكم شايفين، التحام زي الهاند بول مثلا كأنك شايف ماتش هاند بول. فاشمعنى برضو معلش جاوبيني على ليه متأخرين شوية فكرة منتخب رجبي؟ احنا عندنا منتخبات تانية. احنا عملنا منتخب يعني من 10 سنين، كان في منتخب اتعمل في 2011 ومنتخب اتعمل في 2009. بس هي بقى الاستمراريه هي والاستمراريه دي برضو واقفه عن ان احنا يبقى في فرق بنات صغيره في النوادي علشان نعرف نكمل الموضوع. هو الموضوع كانه شركه وناس دلوقتي بتشتغل، الناس دي برضو ات سام بوينت لازم ناس صغيره ترجع تاخد مكانهم يعني. بس طيب برضو من ضمن الامور اللي عايزين نتكلم معاكي فيها فكره ان اللي عارف عن رياضه الرجبي او اللي شاف لها مباريات قبل كده بيشوف التحامات اقرب لل يعني مطحنه بتحصل.
أيوة. فممكن جدا ولي امر من اولياء الامور يبقى حابب الرياضه ولكن بعد ما يشوف نوع الالتحامات يقلق على ان هو يخلي ابنه او بنته يمارسوا الرياضه دي من منطلق ان لا دي ممكن ينتج عنها اصابات. أيوة واصابات قويه. فنوضح الصوره برضو في النقطه دي. الالتحام في الرجبي هو زي اي رياضه فيها نوع من اي انواع الالتحام زي الراند بول والجود والحاجات دي. يعني في هو في التحام مش بنخبيه يعني. معلش انا اسف للمقاطعه. أيوة. بس في بعض الاحيان بنشوف حاجه بتاعه 17 لاعب من فرقتين فوق بعض والمعجنه شغاله والكره حتى مش باينه في وسطهم. ما هي دي حاجات بتتشاف من بره ان هي كانها عشوائيه. بس هي في اللعبه هي حاجات منظمه. يعني الحاجه حضرتك بتقول عليه ده حاجه اسمها سكرام. دي حاجه الفريقين بيكمبيتوا مع بعض علشان الكوره يتنافسوا مع بعض عشان الكوره تروح لفريق منهم. بيبقى فيها قوانين برضو. ما ينفعش برضو حاجات تتعمل في السكرام دي تاذي اي لعيب. فهي من بره. انا برضو شخصيا لما بدات اللعبه كان بالنسبه لي ايه ده، هو انا هدخل التحم او هخبط حد؟ هي من بره بتبان اللي هو ايه حاجه يعني بسيطه. بس هي من الحقيقه بيبقى في قوانين، والقوانين دي لازم انت تتبعها، ولو ما تبعتهاش بيبقى في برضو ريف ده بيطلعك لو انت ما التزمتش بالقوانين دي. طيب ايه اللي اكتر الدول يعني الرجبي فيها مثلا واخد رانكينجز؟ انا مش هتكلم على رجال، هتكلم على سيدات. برضو زي نيوزيلند وجنوب افريقيا. يعني جنوب افريقيا هم الرجبي عندهم زي الكوره عندنا، تلاقي الاطفال في الشارع بيلعبوا عادي سيدات ورجال عادي. طيب الفتره الجايه في ايه؟ يعني هل في بطوله معينه بتستعدوا لها او بصدد التنظيم الفتره اللي جايه؟ الفتره الجايه ان شاء الله احنا داخلين في تصفيات افريقيا لكاس العالم، ودي هتبقى في شهر 8 و9 ان شاء الله. كاس العالم كده على طول تصفيات افريقيا الاول. احنا يعني احنا مستعدين للتصفيات عشان بعد كده يبقى في كاس. يعني قولنا الى اي مدى برضو احنا واصلين من الاستعداد؟ احنا لازم احنا ما لعبناش مع بلاد افريقيا المنتخبات قبل كده علشان اعرف اقول لك احنا فين. طب هل احنا مستعدين علشان نلعبهم؟ مستعدين. انا بقول لحضرتك احنا كفرق الناس بتسافر كل سنه وبتلعب. احنا شخصيا فريقنا سافر جنوب افريقيا قبل كده وشاف مستوى اللعيبه بتاعه النوادي في جنوب افريقيا عاملين ازاي. هم طبعا في حته يعني هايله، يعني حاجه ثانيه خالص، بس اخذنا فكره هم قوتهم فين. وهم قوتهم كده كده برده جسديه اكتر ما هي سرعه مثلا او لعب. اكيد شفت لهم كمان فيديوهات كتير الفتره اللي بالظبط. ودي حاجه احنا بنعملها قبل ما بنلعب طبعا. ان احنا بنشوف اللعيبه ونشوف اقوى لعيبه عندهم ايه بس واضح اللي شفتوه خضكم يعني حاسس بمخضوضه. لا هو مش خضه، بس انت بتبقى عارف انت يعني انت عارف انت دلوقتي فين. طبعا دي حاجه مهمه جدا. طب يا منى من كلامك كده واحنا عارفين كلنا احنا فرصنا ايه؟ هنبقى بنكمبيت، هيبقى في منافسه. حلو. از ستارت او كبدايه يبقى في منافسه. ده نقدر نقول احنا خطوه جيده، ولكن بالزبط. بعد كده احنا عايزين نحاول نحسن بقى من مستوى المنتخب. بالظبط. الرياضه دي يعني المقادير الرئيسيه بتاعتها ايه انجاز التعبير؟ فكره ان انت تكوني قويه بدنيا، ولا فكره ان انت يبقى عندك صلابه عند الالتحام، ولا فكره السرعه، ولا فكره فعلا الذكاء وسرعه البديهه؟ يعني ايه بالترتيب مين رقم واحد ومين رقم اثنين؟ هي الرياضه دي ما فيهاش بقى اولويات في كل حضرتك قلتهم دول. هو انت محتاج يبقى عندك كل دول. ما ينفعش تبقى قوي بس. أوكي. عشان انت قوي بس انت هتدخل تخبط في الناس من غير ما تبقى عارف انت هتعمل ايه. وما ينفعش تبقى قوي ومش سريع، يعني تبقى تقيل اللي هو عضلات وكل حاجه بس مش سريع. ما ينفعش، لازم تبقى برضو خفيف على الملعب. فهي لعبه لازم تبقى خفيف على الملعب اللي هو سريع، ولازم تبقى جسمك بيستحمل ان هو ياخد التحامات ويلتحم. معنى كلامك ان تقريبا كل لاعب يعتبر بلاي ميكر، مش ان الفريق ليه بلاي ميكر. بيبقى في بلاي ميكر طبعا اللي هو بيبقى في النص. بس ما ينفعش يبقى بلاي ميكر لوحده. علشان هو يعرف يستغل الناس اللي حواليه لازم الناس اللي حواليه برضو تبقى فاهمه الملعب وفاهمه هو بيتحرك ازاي وهيحركهم ازاي. بس طبعا بيبقى في بوزيشن اللي هو يعني في مناصب اللي هو ده بلاي ميكر وده شخص بيجري وده شخص اقوى شويه، فبيبقى في بوزيشن بس هي فروقات قليله قوي ما بينهم. طيب على كل حال يعني احنا سعداء بجد يا منى بيكي، واتمنى التوفيق طبعا اكيد. ولو في اي حاجه حابه ان انت تضيفيها قبل ما نختم معاكي، حابه ان انت توضحيها للجمهور قولي لنا برضه. حابه بس النوادي والمدارس لو هم حابين يزودوا نشاط عندهم كزياده عندهم يكلموا مع الاتحاد، والاتحاد هيساعدهم. يعني احنا عندنا ناس تمرن وعندنا ناس عارفين ان هم ياسسوا فريق او اكاديمي عندهم. فلو حد عايز يزود نشاط عنده احنا جاهزين كاتحاد ان احنا نساعدهم ونخليهم يعني يعملوا يا اكاديمي يا فريق من اول اطفال لحد سن كبير.
حلو جدا. نورتينا وشرفتينا ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه. شكرا. عندنا ايه بعد كده؟ ما تسيبيناش يا هوا. لا انا معاك لسه مش كده ولا ايه؟ الفقره الثالثه اللي هي خلاص دي الفقره الثالثه، الوقت جري بشكل مش طبيعي. احنا طيب معانا على كل حال الفقره, الفقرة الثالثه دي بقى كريم هيكون مع حضراتكم عشان هيكون معانا اثنين ضيوف. ونرجع بكره ان شاء الله انا وكريم وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. بشكر حضراتكم.